دلوقتي هنروح لموضوع آخر، وضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة تم افتتاح فعاليات الخيمة التراثية على هامش ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات. الملتقى ده بيستهدف تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين من 28 جامعة بيمثلوا 36 جنسية. معانا على الهاتف دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. يا دكتور أشرف صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير يا حبيب. يا أهلا بك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. بمناسبة طبعا احتفالات اليوبيل الذهبي، حضرتك وأعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في الجامعة. الله يخليك، متشكر جدا، كل سنة وحضرتك طيبين. يا أهلا بسيادتك، حضرتك بالخير. يا ريت في البداية تكلمنا عن الفعاليات اللي هتعملها الجامعة بشكل عام طبعا ضمن الاحتفالات. طبعا حضرتك عارف إن إحنا يعني جامعة المنصورة بدأت سنة 62 الأول كفرع في كلية الطب من جامعة القاهرة، لكن سنة 72 بقى اسمها جامعة شرق الدلتا ثم أصبحت جامعة المنصورة. فإحنا العام ده بنحتفل بالعام الخمسين. كان العام الخمسين ده بيمثل لينا يعني، أو حاولنا نختار سلوجن يتناسب مع قامت به الجامعة في تاريخها اللي قبل كده ثم ما هو قادم. وكان كده تمام ان احنا نحاول في هذه الفعاليات ان احنا نخرج من نمطيه الاحتفالات العاديه الى مجموعه من الانشطه والاحتفاليات تؤثر للجمهوريه الجديده وتحاول ان هي تحقق الاهداف التنميه المستدامه كلها، وفي نفس الوقت هي بتطرح نوع من الترفيه او نوع من الانشطه الرياضيه او الثقافيه او 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 وتساعد كمان في رفع الوعي عن رفع الوعي للطلبة. فإحنا يعني عملنا تقريبا أو 20 احتفالية طبعا تحت رعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء، 20 احتفالية قمية، ثم عندنا كمان على مستوى الكليات حوالي 50 احتفالية. الاحتفالية اللي احنا بصددها النهاردة هي خاصة بالصداقة بين الطلاب. يعني هو ملتقى احنا جبنا زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت زي ما الصور مبينه ان احنا عندنا تقريبا 500 طالب من كل جامعات مصر، ودي برضو ميزه ان هي جامعات حكوميه على جامعات خاصه على جامعات اهليه، طلبه في المرحله الجامعيه الاولى والمرحله الجامعيه الثانيه يعني في البوست جراد، طلبه مصريين وطلبه وافدين. الوافدين تقريبا يعني احنا يعني اكثر من 30 35 زي ما حضرتك قلت كده جنسيه موجوده. الطلبة دول بيعملوا أنشطة مش تنافسية بين الجامعات، تنافسية فيما بينهم، يعني هما بيكونوا فرق فيما بينهم في الحاجات الترفيهية والرياضية وما إلى ذلك. ولكن في نفس الوقت عملنا فيها كمان يعني حاجة للتراث، يعني كان في زي كالتشر داي امبارح، كل الجنسية عاملة يعني بوث ليها وكل واحد بيعرض منتجات بلده وحاجة خاصة ببلده. وحاولنا اول امبارح كان ضمن الفعاليات جبنا سياده السفير محمد العرابي واتكلمنا عن القوى الناعمه للدبلوماسيه المصريه ولقاء الثقافات. لكن برضه حاجه مهمه جدا نحاول نستغل الحدث بحيث ان احنا نزود وعي الطلبه ونحاول نمزج بينهم. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا مستهدف يعني واحد ارساء قواعد الجمهوريه الجديده، واثنين واحنا برضه بنحقق اهداف تنميه مستدامه يعني ال 17، يعني كل حدث من دول لازم هيخدم واحده من الاهداف دي. الفعاليات مستمره النهارده ان شاء الله وهم يرادونا على اخر اليوم. اتمنى ان احنا نكون قدرنا يعني مش مجرد ان احنا عملنا احتفال وبينا دور جامعه المنصوره على مر ال 50 سنه يعني تطلعاتها في المستقبل، ولكن حاولنا ان احنا في نفس الوقت نفيد الطلبه من خلال الانشطه. وصلنا رسائل اعتقد رسائل كويسه. طب يا فندم طبعا يعني كلام هايل اللي حضرتك وضحته لنا، لكن محتاجين نوضح اكتر للساده المشاهدين يا فندم ابرز الانشطه. يعني حضرتك تحدثت انه في انشطه رياضيه وثقافيه، لو تطلعنا على بعض تفاصيل هذه الانشطه، وايضا حابين نعرف من حضرتك يعني ازاي الطلبه اشتركوا في هذه الفعاليه. بصي حضرتك انا يمكن يعني النشاط النهارده ده احنا عندنا خمس محاور اساسيين هنعملها. المحور اساسا خاص بالتعليم، يعني زي ما النهارده ده نشاط طلابي، لكن في عندنا انشطه اخرى خاصه
الدراسات العليا، وعندنا خاصة بخدمة المجتمع، وعندنا خاصة بالتحول الرقمي. احنا عندنا مؤتمر يتعمل عن المناخ وتأثيره، وعندنا التغيرات المناخية وتأثيرها، عندنا مؤتمر هيتعمل عن الدور المنظمات او المجتمع المدني في التنمية. عظيم. عندنا حاجات خاصة بإزاي نرفع من الرانك الجامعة الدولية. الحمد لله كل سنة الجامعة المنصورة بتتقدم في الرانك، ولكن هنعمل برضو حاجة زي كده عندنا في الأسبوع اللي بعد الجاي، حاجة عن جامعة الطفل وإزاي إحنا نزود الابتكار عندنا عند الأطفال من خلال إن إحنا بنستضيفهم في الجامعة. عندنا حاجة خاصة كمان إزاي تنمية المواهب، وعندنا حاجة خاصة عن الانترنشيب، يعني كلها حاجة زي ما قلت لحضرتك بتخدمه. النهارده الطلبة يعني يمكن الصور اكيد حضراتكم بقى صورتوا قصه الانشطه بتاعت الطلاب العاديه بقى اللي هم بيتنافسوا مع بعض في العاب رياضيه مختلفه، ده موجود. قصه ان احنا الحفلات اللي هي الترفيهيه اللي اتعملت لهم بجانب الادوات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، حفلات من كورال الجامعه وحفلات شارك فيها يعني طلبه، وده كان مهم جدا، طلبه من جنسيات مختلفه من جامعات مختلفه دون تنافس بينهم، لان ده احنا مهم، دول جزء من القوى الناعمه بتاعتنا كبلد، هيبقوا كل واحد منهم هيتبقى مكانه في البلد، وهيفتكر ان هو جه وتعلم في مصر وجا المنصوره هنا وشارك مع زمايله ومع يعني جنسيات مختلفه علشان يؤدي نشاط رياضي، وفي نفس الوقت احنا بنوصل رسائل بتساعد في زيادة الوعي زي ما قلت لحضرتك. عظيم. واعتقد من كل هذه الفعاليات والأنشطة اللي بتقوم بيها الجامعة، ده ساهم بشكل كبير جدا في تقدمها دوليا، وبالتالي بينعكس على عدد الطلاب بالتأكيد الوافدين الى الدراسة في هذه الجامعة. اكيد زي ما حضرتك بتقول، ده نوع من الترويج كمان لمبادرة ادرس في مصر، ودي واحدة من الأهداف اللي احنا حاطينها، لأن ده زي ما قلت لحضرتك ده الهدف الرابع الموجود في الأهداف التنمية المستدامة، ازاي احنا نطور التعليم داخل ده جزء منها، ده جزء منها. عظيم. كل تأكيد يا فندم. دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.